الو، ايه سنسن اخويا في الايه؟ اسمي محسن بقى شغاله. وحده المبنى اللي عندك لسه ما اتجددتش يا حجاج. ايوه يا فندم، مكتب حسن المقاول موجود. واخد الرجاله غسلوا مكوى ليه كده على الصبح؟ ممكن اتصور مع حضرتك يا صوره سيرت؟ صوره سيرت كده. جود شوت. ما تديني التاكسي بتاعك نص ور 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 ور. يا عم سيبني في حالي، انا صاحب عيال الله يخليك. من الاخر كده رجاله جايب لكم فرق. المعلم زينهم الله يرحمه مات وساب لنا مسرح. سيب اللي يتكلم يتكلم، الكبير طول عمره معلم. سيب اللي يتكلم يتكلم، الكبير طول عمره معلم. والمقامات دايما محفوظة مهما الصغير شاف وتعال. على كستي لو تجديد المشرح ده تم معايا برشامة الفيل الابيض، تاخد البرشامة وتشوف المستقبل. كل ده يحصل في المشرحة؟ ده هو تأمين صحي يا حاج. أمني معروف يا بنتي. زمايله هيمشوا من الشغلانة وهو اللي هياخدها لوحده. إيه اللي بيحصل ده؟ أنا عندي فكرة. أنا بنفسي مش فاهم حاجة. نصيحة مني، تقولوا للمخرج بتاعكم الفيلم الجاي يعمل فيه مشهدين كده ضنك.